منورني ومنور شاشة قناة الأهلي النهاردة نجم النادي الأهلي كابتن محمد محمود. برحب بيك يا كابتن. في البداية طبعاً رمضان كريم، كل سنة وانت طيب يا كابتن. عايزك تقولي يعني إيه الأجواء بقى الرمضانية بتاعتك، يعني عملت إيه مثلاً رمضان اللي فات وناوي تعمل إيه رمضان ده؟ لا، هو رمضان اللي فات يعني كان يعني الطقوس بتاعته كانت غريبة شوية، لأن الكورونا يعني ربنا يشيلها عننا كلنا طبعا. كانت الاجواء مختلفه شويه، يعني كان ملتزمين اكتر بالبيت، كنا ملتزمين اكتر بالاجراءات. لكن رمضان اللي جاي يعني هنحاول نجتهد اكتر يعني. طيب عايزين نطمن طبعا الجمهور عليك، تقول لنا بقى ان شاء الله البرنامج العلاجي بتاعك يعني ان شاء الله هيخلص امتى، ترجع للتدريبات الجماعيه امتى والكلام ده. تمام. هو يعني اول حاجه انا يعني الحمد لله دلوقتي الامور مستقره جدا الحمد لله. يعني يعني نزول الملعب هو متوقف عليا انا، يعني هو دلوقتي فاضل اللي هو الجانب البدني والنفسي بس اللي هو يعني اللي هو المستعد نفسيا ان انا انزل الملعب، والبدني لان برضو البدني يعني قعدت فتره طويله جدا مش بتمرن في الملعب، فيعني البدني بيبقى محتاج وقت شويه مع الكابتن الاحمال وكابتن الاحمال بتاعنا. ف يعني حته الوقت بالظبط دي مش هقدر احددها بالظبط، يعني هي على حسب محمد يعني بس لكن يعني الحمد لله بطمن الناس، الحمد لله الامور مستقره وماشيين على خطه ثابته، وان شاء الله يعني ربنا يكرم في اقرب وقت باذن الله يعني هنزل ان شاء الله.